في تل الأعفر يبدأ الناس بالتسوق للعيد مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إذ يتوجه معظم السكان لشراء ملابس العيد وأبرزها الدجداش العربية التي تلقى إقبالا كبيرا في هذه الأيام. الإقبال زي من جميع أهالي تل الأحفر ومن القرى التابعة لتل الأحفر النواحي، إقبال واسع على شراء الزي العربي باعتبار يمثلهم الزي العربي زي الأصيل مالهم ويفتخرون بهاي الزي. عندنا جاهز ونفصلها، الجاهز كله يجي يعني الأقمشة الجاهزة تقريبا كلها الصينية، بس الفصال يختلف، أكو صيني أكو ياباني إنجليزي أندونيسي، الفصال يختلف بس الجاهزة أكثريتها صينية. أكثر شيء الإقبال على الجاهز، لأن الجاهز يجي بيه نقشات مو مثل الفصال، الفصال ما يصير بيه نقشات بس مو مثل الجاهز، الجاهز ألوانه يعني زينة، الفصال هم ألوان بيه، بس الجاهز أحسن يعني الإقبال على الجاهز أحسن من الفصال. اليوم إحنا جايين على تل الأعفر نتسوق، إحنا من منطقة أبو ماريا، يعني تل الأعفر يعني ما شاء الله المحلات ما شاء الله حل متوفرة، الملابس يعني الماركات موجودة اللي نريده، يعني احنا نرغب الزي العربي واحنا يعني نفتخر به زينة. انا ارغب اللون الاسود وهسه لقيت يما الحجي الاريده. تختلف الالوان والموديلات، فبعدما كانت الوان الدجداشة تختصر على لون محدد كالابيض والاسود، ولكنها تعددت فتراها بألوان مختلفة يختارها المقتنون حسب أذواقهم. وتعد الدجداشة من الأزياء الشعبية المعروفة في المدينة. احنا جايين نشتري ملابس العيد، لأن هذا هو زينة ونفتخر بهذا الزي العربي، وما شاء الله يعني المحلات أسعارها زينة والله. الألوان يعني الرصاصي الأبيض، يعني هي المواسم الصيف يعني ألوانها يكون فاتحة مناسبة والله، يعني مناسبة العيد والإقبال يصير أكثر من الأيام العادية. قبل ما كان إقبال على الشاريش، هسه الحمد لله إقبال زاد على ملابس الزي العربي، وعندنا الحمد لله ماركات المستورد والمحلي، وعندنا تفصالة من اللي يحب يفصل عندنا قماش يفصل له على قياسات. والله الشباب يرغبون المطرز والموديلات الحجازي، وبالنسبة الكبير كبار السن يرغبون زي الرسمي، والشباب يرغبون الألوان الأوروبية عندنا. ويبقى شراء الملابس قبيل العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. لبرنامج صباح العيد، نبيل داود، تل الأعفر.